السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم بخير بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الصدقة. لو اتكلمنا عن موضوع الصدقة، وكل الناس لما تسمع الموضوع ده تتوقع ان الصدقة دي مقصود بيها الفلوس او الانفاق. لا، لو الفكرة كده فعلا كان هيبقى الفقير ملوش نصيب في الموضوع ده، لان الدين بتاعنا دين عريض وواسع. ربنا سبحانه وتعالى بيوسع لي الموضوع ده جدا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا اول حاجه: تبسمك في وجه اخيك صدقه. يعني انا لما تبسم كده في وجه اخويا، دي في حد ذاتها صدقه. وكمان عندنا في الدين عندنا ان الكلمه الطيبه صدقه. لو انا قلت كلمه طيبه غيرت بيها نفسيه انسان من حاله سيئه لحاله كويسه، انا كده تصدقت. وكمان عندنا ايه؟ حديث جميل جدا: كل معروف صدقه. لو انا عندي صحه كويسه، ساعدت حد بصحتي، انا كده تصدقت بصحتي. لو انا مثلا بعرف اجيد اي موضوع، بعرف اتصرف في اي حاجه، بعرف اعمل حاجه على الكمبيوتر، بعرف احل مشكله، ما عندي مهاره معينه وساعدت بيها حد وما بخلتش بيها على اللي حواليا، انا كده عملت معروف، والمعروف ده صدقه. كل معروف صدقه. نيجي بقى عند الحديث الواسع اللي هو مقصود بيه اصلا الانفاق. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني إيه؟ يعني الملائكة الصبح كده كل يوم كل يوم بتنزل تدعي ربنا سبحانه وتعالى. الأول بيقول: يا رب أي إنسان ينفق اخلف عليه النفقة دي بالخير، بالخير بقى في كل حاجة، في صحته، في أهله، في ماله، في كل حاجة. ربنا سبحانه وتعالى هيعوضه خير أضعاف وأضعاف. طب والإنسان بقى الممسك البخيل اللي هو أصلا ما بينفقش، إيه بقى حله عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى يتلف عليه هذا الإمساك. يعني هو مصمم مش عايز يطلع أي حاجة من فلوسه، مصمم إن هو يبخل بصحته، يبخل بماله، يبخل بأي حاجة عنده. ده ربنا سبحانه وتعالى هيتلف عليه ما يمسكه أو ما يخاف إن هو ينفقه أو يطلعه من عنده. المهم إحنا كده النهاردة عرفنا قيمة الصدقة، وإحنا في أيام ربنا سبحانه وتعالى أهم حاجة في اليومين دول إن إحنا نتصدق ولو حتى بجزء صغير. وعرفنا كده كذا طريقة للصدقة. نيجي بقى لموضوعنا أو نبدأ موضوعنا المهم اللي هو موضوع السيرة. وقفنا المرة اللي فاتت في السيرة النبوية عند جزئية مهمة جدا، اللي هو زواج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة. تزوج سيدنا محمد المرة اللي فاتت في الحلقة بتاعتنا اللي فاتت من السيدة خديجة، وقلنا طبعا ده كان أعظم زواج في التاريخ، أعظم زواج حصل في التاريخ. وحتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طول مدة زواجه من السيدة خديجة ما تزوجش خالص خالص وهو متزوج منها، وينزل عليه الوحي وهو متزوج السيدة خديجة. بس قبل نزول الوحي بحوالي 6 شهور، الرسول عليه الصلاة والسلام بيمر عليه 3 مواقف، حاجة غريبة جدا جدا، قبل ما يكمل 40 سنة ب6 شهور. ايه اللي بيمر على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اول حاجة بتحصل له حاجة غريبة جدا اللي هو الرؤية الصادقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يحلم الحلم، يقوم تاني يوم الحلم يتحقق زي ما هو بتفاصيل الحلم. مش مثلا يشوف حلم او يشوف جزء منه او يشوف حاجة يصحى من النوم يجي حاجة شبهها تحصل، لا، الرؤية الصادقة. يعني حلم يحلم بيه او رؤية يشوفها، لان طبعا رؤية الملائكة كلها صدقة او كلها حقائق. يحلم الحلم او يشوف الرؤية، تاني يوم الرؤية تتطبق بتفاصيلها ويشوفها بتفاصيلها. دي كان حاجة حصلت. طب تاني حاجة حصلت ايه؟ تاني حاجة حصلت الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان هو بيحكي لنا بقى بعد كده بعد ما نزلت عليه الرسالة، ان هو طول ما هو ماشي في الصحراء ما مر على شجر او مر على حجر الا وسلم عليه. ويقول والله اني لأعرف حجر ما زلت اعرفه حتى الان، ما فيش مرة الرسول عليه الصلاة والسلام عدى جنبه غير الرسول وسمع كلمة السلام عليك يا رسول الله. يبص الرسول عليه الصلاة والسلام حواليه ما يلاقيش حاجة، خلاص يمشي. لكن هو الفترة الأخيرة دي كان الحجر والشجر بيسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام بصورة كبيرة جدا وبصورة واسعة جدا جدا. طيب وتالت حاجة كانت في الفترة الأخيرة قبل نزول الوحي، إيه هي؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب يطلع الغار لفترات طويلة، كان بيحب يختلي بنفسه فترات طويلة جدا جدا في الغار. وعرفنا إن في ليلة من ليالي شهر رمضان أو الرسول عليه الصلاة والسلام كان معتاد إن هو في ليالي رمضان بيطلع يقعد دايما فوق في غار حراء. الليلة دي
الرسول عليه الصلاة والسلام كان طبعا طول شهر رمضان قاعد في الغار، وكانت السيدة خديجة بتطلع دايما تطمئن على سيدنا محمد وترجع تاني تنزل. المهم الليلة دي الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا بقى وبيقول لنا ان هو قاعد في الغار. طبعا انا عايزاكم تتخيلوا معايا الموقف عامل ازاي. انت قاعد في مكان، المكان ده ضلمة ما فيهوش نور، ليه؟ لان الموقف ده او نزول الوحي كان في اخر 10 ايام تقريبا، مش تحديدا يعني، هو اخر 10 ايام تقريبا في شهر رمضان، مش محددين. الايام دي ايام ما فيهاش قمر، احنا عارفين ان القمر بيكون مكتمل بدر في 13 و14 و15 من الشهر الهجري او من الشهر العربي، يعني ليلة دي ليلة مش مقمرة، ليلة غير مضيئة، ما فيهاش اضاءة كاملة، ليلة ضلمة. قاعد في الصحراء، قاعد على قمة جبل، اللي السماء صافية خالص، فيها شوية نجوم لكن ما فيهاش قمر. طب ايه اللي هيحصل للرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكي وبيقول ان ظهر قدامه سيدنا جبريل سد الافق. يعني ايه سد الافق؟ انا لما اكون قاعد في اوضتي او قاعد في الاوضة، يعني ابص كده فوقيه الاقي السقف، السقف ده هو ده الافق بالنسبة لي. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد في الصحراء، هيكون ايه الافق بالنسبه له؟ الافق ملوش حدود في الصحراء. ليه؟ السماء كلها هي الافق، السماء كامله هي الافق. الرسول عليه الصلاه والسلام بيحكي وبيقول ظهر جبريل فسد الافق، يعني ابص في اي مجال الاقي سيدنا جبريل قدامي. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام خاف جدا، وسيدنا جبريل بص له وقال له اقرا. الاول سيدنا جبريل ضمه ضمه شديده جدا جدا، حضنه حضنه كده حضن شديد. سيدنا محمد بيقول ويحكي وبيقول على الضمه دي حتى بلغني الجهد، يعني الضمه اللي سيدنا جبريل ضمها سيدنا محمد اتعبت سيدنا محمد. يبقى قد ايه الضمه دي كانت قويه جدا، حتى بلغني الجهد، ضمه متعبه جدا، ويقول له اقرا. فسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما بيعرفش اصلا يقرا، فسيدنا محمد يقول له ما انا بقارئ، انا ما بعرفش اقرا. فيروح سيدنا جبريل يضم سيدنا محمد ضمة شديدة جدا. سيدنا محمد بيحكي بيقول كنت متخيل ان هو ده الموت، متخيل ان الموت جاني. يضم سيدنا جبريل ضمة شديدة ويقول له اقرأ، فيقول له ما انا بقارئ، انا بعرفش اقرأ. فسيدنا جبريل يضم الضمة المرة الثالثة ضمة شديدة جدا ويقول له اقرأ. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول له يعني اقرأ ايه؟ قول لي عايزني اقرأ، اقرأ ايه؟ فسيدنا جبريل يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. طبعا إلى إيه؟ نهاية الصورة. المهم يا جماعة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ينزل جري، عمال يتسبب في عرق، عرقان جدا وأعصابه تعبانة جدا، عمال يعرق يعرق جامد، موقف مش سهل أبدا. تخيل لو أنت الموقف ده تعرضت إليه. إحنا لما ساعات كده لما النور بيقطع في البيت، ناس كتير جدا بتخاف لما النور بيقطع. طب تخيل بقى الموقف اللي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتعرض له. ولازم نعرف ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشر زينا، سيدنا محمد بشر، لما يتعرض لموقف زي ده، موقف صعب جدا، يطلع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جري على بيت السيدة خديجة ويبقى بيترعش وعمال يتسبب في عرق، يدخل على السيدة خديجة، السيدة خديجة تاخده وتقعده في سرير وتبدأ تغطيه، يقول لها غطيني، زمنيني، دستريني، تغطي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتطبطب عليه وتهدئ من روعه وتستنى عليه لما يهدأ خالص خالص ويبدأ بقى كده ايه يرتاح في بيته. وتبدأ السيدة خديجة تسأله احكي لي ايه اللي حصل معاك. يبدأ سيدنا محمد يوصف لها بالظبط الموقف اللي حصل. طب رد فعل السيدة خديجة كان غريب جدا. السيدة خديجة بتبتسم، تهدى كده وتقول له ما تخافش، خايف من ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها انا كنت متخيل ان ده الشيطان، شيطان واقف قدامي. فالسيدة خديجة بترد رد في منتهى الجمال، بتقول لسيدنا محمد لا والله لا يمكن يكون الشيطان جالك، لا والله. ليه؟ ليه السيدة خديجة ردت الرد ده على سيدنا محمد؟ اصل السيدة خديجة كان عندها اسباب. ايه اسباب السيدة خديجة؟ قالت له لا يمكن الشيطان يجي لك. ليه؟ اول حاجه انك لا تصل رحمك، انت انسان بتصل الرحم، بتسال على اهلك وبتخلي بالك منهم كلهم وما بتخليش اي حاجه من حد من اهلك عايز حاجه غير لما بتاديها له. طب وتاني سبب عندك ايه؟ السيده خديجه بتقول وتقري الضيف،
لما بيجي لك اي ضيف بتكرم ضيوفك خير خير اكرام، بتكرم ضيوفك جدا جدا، وتعين على نوائب الحق. ايه هي نوائب الحق؟ يعني بتقف مع صاحب الحق الى النهايه، ما بتعملش زي القبيله بتاعتك وتقف كده ضد الحق، لا انت بتقف مع الحق للنهايه. ومش بس كده، انت ما فيش حد من المساكين او الفقراء غير وبتعينه، بتعين الفقير وبتعين المسكين وبتصل رحمك وبتقري الضيف عندك وبتقف مع الحق. لا يمكن الشيطان يقدر يمسك، انت كل تصرفاتك تصرفات صحيحة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام في الموقف ده، او رد فعل السيدة خديجة، رد فعل السيدة خديجة ما كانش لسه الاسلام نزل، خلي بالنا. طيب الموقف ده الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كده بيقول لنا حديث بيؤكد كلام السيدة خديجة، وما كانش لسه نزل عليها الاسلام. الحديث بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني ايه؟ يعني الانسان لما بيعمل اي معروف في حياته او اي خير في حياته، ربنا سبحانه وتعالى بيقيه اي حاجة سيئة. لو الانسان خايف ان موقف وحش يتعرض له، ربنا سبحانه وتعالى هيقف معاك. ليه؟ لان انت اصلا بتعمل كل الخير. يعني كلام السيدة خديجة قبل ما ينزل الاسلام كان مطابق تماما لكلام سيدنا محمد في الاسلام، زي ما حكى لنا او قال لنا على الحديث ده بالظبط: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نرجع بقى لموضوعنا تاني. طيب سيدة خديجة بعد ما هدأت من روع سيدنا محمد، اهدأ خالص، ما تقلقش خالص، انت انسان كويس، انت انسان خير، تعال معايا نروح عند ورقة ابن نوفل. مين ورقة ابن نوفل؟ ده ابن عم السيدة خديجة. طب ليه السيدة خديجة هتاخد سيدنا محمد عند ورقة؟ اصل ورقة كان قرأ الانجيل وقرأ التوراة وعارف كويس قوي في كل الايه، في كل الاجيال السابقه، ومش الاجيال يعني، عارف الكتب اللي نزلت كلها. فبيخرج سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ومعاه السيده خديجه، وبيروحوا عند ورقه ابن نوفل، ويبدا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يحكي لورقه كل التفاصيل اللي حصلت له. ورقه راجل كبير في السن، راجل عجوز خلاص داخل على 90 سنه. هيبدا ورقه يسمع سيدنا محمد ويبقى مش قادر يتخيل، معقولة انت يا محمد النبي؟ فيسكت كده ورقة ويقول لسيدنا محمد: والله انه الناموس الاعظم. ايه الناموس الاعظم؟ اللي هو سيدنا جبريل. والله انه نزل على موسى، اللي نزل عليك ده يا محمد هو بالظبط اللي نزل على سيدنا موسى، اللي نزل عليك ده هو الوحي ونازل من عند ربنا سبحانه وتعالى، انك لنبي هذه الامة. اطمن يا محمد، انت نبي هذه الأمة. والله ده بقى ورقة بيقول لسيدنا محمد: والله لو أنا كنت عايش، ولو كنت أنا بشبابي وبصحتي، لكنت هقف معاك وساعدك وسندك، ودايما دايما هكون معاك واقف في صفك، وكمان حتى لو أخرجك القوم من مكة. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام استغرب جدا ويرد على ورقة ويقول له: أو مخرجيهم؟ هم هيطلعوني من مكة؟ فيرد عليه ورقة ويقول له: طبعا هيطلعوك من مكة. يقول له: ليه؟ لقد جئت بالحق، أنا جاي أقول لهم كلام على حق. فورقة يرد على سيدنا محمد ويقول له: ما من نبي، ما فيش نبي جاء إلى قومه إلا وإيه؟ عذبوه وأخرجوه من إيه؟ من قومه. لازم يطلعوه من بلده ويخرجوه ويبعدوه عن قومه. فيخرج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من عند ورقة وهو هادئ خلاص، هو اطمن، عرف ان اللي جاله ده كان سيدنا جبريل، عرف ان هو هيكون نبي الأمة، عرف ان نازل ده نازل من عند ربنا سبحانه وتعالى. بيموت سيدنا جبريل، اسفة، بيموت سيدنا بيموت ورقة ابن نوفل بعدها. في بعض الكتب بتقول ان هو بيموت بعدها بأيام قليلة، وناس بتقول، كتب تانية بتقول بيموت بعدها بساعات قليلة. طبعا هو هيموت، بس ايه حكمة ربنا سبحانه وتعالى من موت ورقة بعدها على طول؟ اصل ورقة كان ليه دور واتم دوره، ورقة كان ليه دور والدور بتاعه خلاص خلص. دور ورقة ان هو كان يطمئن فؤاد سيدنا محمد، خلاص هو طمئن قلب سيدنا محمد. بيموت بعدها ورقة، ولما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيسأل عن ورقة، بيرد سيدنا محمد بيقول: يبعث ورقة ابن نوفل يوم القيامة أمة. يعني إيه يبعث أمة؟ يعني ورقة عمل اللي أمة كاملة ما قدرتش تعمله.
ثبت فؤاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب خلاص كده يا سيدنا محمد، انت بقى كده بقى عليك دور تقيل، دور عظيم، دور مهم جدا جدا. هتعمل ايه سيدنا محمد؟ للأسف الشديد بيتأخر الوحي على سيدنا محمد فترة، ويبدأ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقلق. يبدأ سيدنا محمد يقلق، الوحي يتأخر عليه. طب هتعمل ايه؟ الوحي يبدأ يتأخر، يبدأ سيدنا محمد يقلق، يبدأ يحزن، يبدأ يطلع كل يوم الغار في انتظار ان سيدنا ان الوحي ينزل تاني عليه، ولكن الوحي بيتأخر على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي ليلة من الليالي سيدنا محمد بعد ما بيقعد فترة طويلة جدا في الغار بينزل سيدنا محمد علشان يروح البيت، وهو في طريقه بيظهر قدامه سيدنا جبريل ويبدأ يقول له إنك لنبي هذه الأمة، بيطمنه إنك لنبي هذه الأمة. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيجري على بيت السيدة خديجة ويدخل على طول، ويبدأ إيه برضه يبقى قلقان ويبقى متوتر. برضه يا جماعة سيدنا محمد بشر، دي النقطة اللي احنا عايزين نأكد عليها، إن سيدنا محمد بشر. سيدنا محمد الموقف اللي هو فيه ده موقف مش سهل. بيدخل جري على البيت ويدخل، طيب سيدنا جبريل بيجيله البيت. هنقف هنا دقيقة كده، وعايزين نعرف الأشكال اللي سيدنا جبريل بيدخل بيها على سيدنا محمد. قد يدخل جبريل على سيدنا محمد في صورته البشرية، يعني في صورة إنسان، زي كده ما جاله يوم حادثة شق الصدر. سيدنا جبريل دخل على سيدنا محمد في صورة إنسان، شافه واحد لابس أبيض في صورة إنسان. طيب دي كده شكل. الشكل التاني اللي سيدنا جبريل هيظهر بيه قدام سيدنا محمد في الشكل الملائكي، ملاك يظهر قدامه، ملاك زي ما ظهر قدامه في الغار، ظهر قدامه في الغار في شكل ملاك. حلو قوي. طيب ايه الشكل التالت؟ الشكل التالت اللي هو يتلبس به. يعني ايه يتلبس به؟ يعني سيدنا جبريل يدخل في المكان، حتى لو السيدة خديجة موجودة، لو اي حد موجود ومحدش يشوف سيدنا جبريل غير سيدنا محمد، يقع في قلب سيدنا محمد وجود سيدنا جبريل معاه، ويبدأ يقول له الآيات القرآنية اللي نازلة عليه، وما يطلعش ولا يسيب سيدنا محمد غير وسيدنا محمد حافظ كل الآيات اللي سيدنا جبريل بيقولها له. وسيدنا محمد بيقول دي كانت أصعب حاجة عليا، يعني كانت أصعب ظهور للرؤية اللي هو كان يتلبس به، يظهر فيه داخله سيدنا محمد يحس بيه ويشعر بيه. بيحكي سيدنا محمد بيقول لو تلبس بيا جبريل وانا على ظهر فرس، الفرس يغرس في الارض من ثقل الموقف على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع بقى لموضوعنا تاني. بيجي سيدنا جبريل في بيت السيدة خديجة ويتلبس بسيدنا محمد، ويبدأ يقرأ عليه يا ايها المدثر قم فانذر. قم فانذر يعني ايه؟ قم فانذر يعني قوم يا محمد، من الليلة دي انت عندك عمل عظيم، من الليلة دي يا محمد قوم عندك شغل. طيب وبيبدأ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبر الناس القريبين منه. طب هتبدأ تخبر مين؟ طبعا السيدة خديجة خلاص كانت أول واحدة عرفت وأول واحدة آمنت. يبدأ سيدنا محمد يبلغ الناس القريبين منه. ليه؟ أصل الدعوة هتستمر سرية 3 سنوات. ال3 سنوات دول الرسول عليه الصلاة والسلام هيبدأ يخبر الناس القريبة علشان يكون جبهة داخلية. طب الناس دول هتختارهم على أي أساس؟ سيدنا محمد هيختارهم على أي أساس؟ هيختار الناس اللي قلوبها أصلا معروف فيها الخير، زي سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر، سيدنا محمد بيحكي إن سيدنا أبو بكر كان من أوائل الناس اللي آمنت بيه من الرجال، وكان من الناس اللي بمجرد ما سيدنا محمد قال له على الدين سيدنا أبو بكر صدق بسيدنا محمد على طول، وقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. طيب وبعد كده كان بقى من الصبية سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا زيد بن حارثة اللي احنا عرفنا ان هو كان الأول كان اسمه زيد بن محمد، لكن لما نزل التحريم التبني بقى اسمه زيد، يعني رجع بقى تاني اسمه زيد بن حارثة، وهو الصحابي الوحيد اللي اسمه ذكر في القرآن. ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هو الصحابي الجليل الوحيد اللي اسمه ذكر في القرآن. طيب بعد كده بقى هتبدأ في ال3 سنوات دول الدعوة سرية، يعني كل واحد كان بيبلغ الناس القريبين منه. سيدنا أبو بكر مثلا أسلم على إيده 4 دول كانوا من 10 المبشرين بالجنة، يعني مش أي 4. بدأ القوة الداخلية
بدأت تتكون، ومنهم غلام كده صغير كان عنده تقريبا 13 سنة، كان اسمه الأرقم. الأرقم كانوا الناس عرض على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيته ان هم يتجمعوا فيه. طب ليه يتجمعوا فيه؟ ليه؟ اصل هم كان لازم يقعدوا في مكان يتعلموا فيه الدين. الناس اللي عرفت الدين الاسلامي دي كان لازم تتجمع في مكان تتعلم فيه الدين. هيتجمعوا فين وهيقعدوا فين؟ فالارقم عرض على سيدنا محمد بيته وقال له يا سيدنا محمد انا متبرع ببيتي. بيته طبعا كان في وسط العشيره بتاعته، فكان من الصعب جدا ان حد يشك فيه. قال له انا متبرع ببيتي بان انت نقعد فيه ونتجمع فيه ونتقابل فيه، تفهمنا الدين وتبلغنا باستمرار كل ما الوحي كان ينزل عليك، تبلغنا بالجديد في الدين وتعلمنا الدين الاسلامي. فطبعا دار الارقم ابن ابي الارقم، دار الارقم دي يا جماعه ظلت حتى الان. الارقم ده شاب صغير عنده تقريبا 13 سنه، لا يملك شيء، ما يملكش حاجه خالص، لكن اتبرع ببيته وسجلوا التاريخ حتى الان. هو ما عملش اي حاجه، ما قامش باي دور غير ان هو اتبرع ببيته. هو ده المعروف، كله معروف صدقه، هو كده تصدق ببيته، عمل حاجه. هو دي قدرته، يقدر ان هو يتبرع ببيته بان احنا الرسول عليه الصلاه والسلام يتجمع فيه مع الصحابه ويعلمهم الدين الاسلامي في بيت الارقم ابن ابي الارقم. طيب في خلال ال3 سنوات دول هيبدا الرسول عليه الصلاه والسلام، الناس كده القريبين يبدا الناس تعرف الدين الاسلامي، لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يامر سيدنا محمد بان هو ينشر الدعوه، يجي له امر بنشر الدعوه. عايزين بس كده ناخد تصور عن المراحل العمريه. الرساله نزلت على سيدنا محمد 40 سنه. الرسول عليه الصلاه والسلام هيموت 63 سنه. عندنا 3 سنوات الدعوه فيها سريه، و20 سنه في كفاح الرسول عليه الصلاه والسلام. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر سيدنا محمد وبيقول له وأنذر عشيرتك الأقربين، يلا يا محمد بلغ أهلك وقريبك القريبين منك. هتعمل إيه يا سيدنا محمد؟ إزاي هتبلغ أهلك القريبين؟ ده إن شاء الله هنعرفه المرة الجاية بإذن الله. أشوفكم على خير المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.